بس انا في موضوع بقى عايز اكلمك فيه. اتفضل. واشتكي فيه الدوله وبالذات البيت الفني للمسرح وانا موظف فيه. اتفضل يا استاذ. انا ما اتخرجت من المعهد عملت 4 مسرحيات منهم 2 مع استاذ عبد المنعم مدبول ونجوم كتيره قوي في يعني رياض الخولي وعمرو عبد الجليل واحمد وفيق وانتصار وصح الرمل ومنى شلبي وخالد ابو الناجه ونهال عنبر. المسرحيات دي ما اتصورتش. منهم اخر مسرحيه كان اسمها وسط البلد، اقسم لك بالله كتب مولد نجم كوميدي عليا يعني. انا ما كنتش بيسقفوا لي وانا داخل، وانا في التحيه الناس بتقف فبقعد اعيط ومش مصدق النجاح ده. كل 30 ليله عرض يقول لك شكرا المسرحيه خلصت ومع السلامه وبتاع. طب ده تراث، ده اللي بيعمل عيد ميلاد لابنه بيصوره. انتوا بتعملوا مسرحيات وما بتصوروهاش، بتعملوها ليه؟ ده كله ما اتصورش. ده بقول لحضرتك في اول الالفينات كده واخر التسعينات. ايوه بس يعني كانت الاجهزه التصوير سهله ومش يعني مش سنه 40 يعني. وكان في القطاع الخاص بيصور. انا موظف في الدوله يعني، بعد ما اتخرجت المعهد اشتغلت ودلوقتي فنان قدير يعني. بقبض مرتب من سنه 2004 من اخر مسرحيه عملتها لحد 2016. فحبيت احلل المرتب ده يعني، فعملت روايه اسمها حوش بديعه. اتعرضت بقى مش 30 ليله عرض لان كان فيها اقبال كتير، اتعرضت 75 ليله عرض. انا سامعه المسرحيه دي كانت ناجحه جدا. لذا في اسكندريه كان أيوة. الناس بتقعد في الطرقه وبيقعدوا وضحك. انا كنتش عملت ضحك في حياتي بالشكل ده يعني. اجتهدت انا اي حاجه بشتغل فيها باخلص فيها على قد ما اقدر يعني. ويوم 25/9 اللي فات شكرا خلصت المسرحيه ومع السلامه. فده اهدار ملعب واهدار لمواهب كتيره. يكون في علمك في مواهب كتيره قطاع عام وبطلت لان المسرحيات دي ما تتصورش. طب والمسرحيه اللي عملتها دي برضه ما اتصورتش ولا اتصورت؟ ايوه ما اتصورتش برضه؟ ايوه ما انا بحكي لك رغم من كده ما اتصورتش دي. فانا قلت هرجع بقى الدوله في تكنولوجيا وفي نت وفي سوشيال. حضرتك في محمد رمضان عمل مسرحيه ما اتصورتش. هو مين المسؤول عن البيت الفني المصري؟ الموظف مسؤول على ان هو ايه يعني ينجز المسرحيه. ينجز المسرحيه. ما فيش بقى بند يقول لك ما فيش بند مكتوب ان تتصور. انا قعدوا يعني يضحكوا عليا كتير يقولوا لي هتتصور. انا طول الوقت وانا متخيل انها هتتصور. يا خسارة. ايام وسط البلد كان استاذ عبد المنعم مدبولي يعني بيقف يوقفني ونوع الناس بتسقف لي فبحس بفرحه. من كتر بقى 4 مسرحيات ما تصوروش اتجهت للسينما. قلت اعمل اي دور في السينما احسن ما اعمل حاجه ما بتشافش السينما. خساره. اللي انت بتقوله ده مهم جدا سليمان عيد، مش بس عشان مسرحيات تخصك. أيوة. عشان اي مجهود حلو لازم يوثق. اي حاجه بتتعرض لازم تتارشف. يعني ده على فكره لهم مش للممثلين، للناس يعني. انا بضم صوتي لصوتك واتمنى انه اللي فات ما نقدرش نتعامل معاه، انما اللي احنا فيه يمكن المسرحيه دي ممكن اعمله ليله عرض واحده عشان تتصور يعني اكيد ده ممكن يحصل. وسلعه الضحك تحديدا الكوميديا الناس مش محتاجاها يعني. الناس بتتمنى حاجه تسعدها يعني تضحك. المسرحيه دي كوميدي، فانا مش متخيل ان هم يعني. بقول لحضرتك محمد رمضان واحمد بدير وسامح حسين لسه مخلصين كل واحد بطوله مسرحيه فاتت، غيبوبه وانا الرئيس ورئيس جمهوريتنا، ما تصوروش الثلاثه بنجوم كبار يعني. فما اعرفش اشتكي مين بقى. لا خلينا نقول نوجه رساله عامه لوزاره الثقافه، نتكلم البيت الفني للمسرح اللي حصل في الثمانينات والتسعينات ما نقدرش يعني نصلحه، بس على الاقل اللي في ايدنا دلوقتي ده مفروض مجهود لازم يتصور ويتارشف ويتوثق لهم قبل ما يكون للفنانين.